اهلا بحضراتكم من جديد. فقره جديده من فقرات هذا الصباح. في الحقيقه المره دي بنتكلم عن قيمه كبيره جدا، بنتكلم عن قيمه التراث اللي بنتمتع بيه في مصر. في الحقيقه كان طبعا لازم النشأ يعرف اهميه مصر على الخريطه الاثريه، وازاي عندنا قيم ومبادئ مش بس تتركز على ازاي ممكن نتعامل مع الاثار بصوره صحيحه، لا لازم تكون مجموعه متكامله من المبادئ. المبادرة دي بترعاها طبعا للعام الثاني على التوالي أو المرة الثانية على التوالي، طبعا هي تحت شعار قيمتنا أو قيمتنا من تراثنا. في الحقيقة طبعا ده شعار محترم جدا يحمل كل التقدير. لازم إزاي نتفاعل بشكل كبير وإزاي ندعمه، لأن هم بيجوبوا طبعا كل محافظات الجمهورية عشان النشء الصغير يبقى عارف قيمة التراث الحضاري وإزاي ممكن نتعامل معاه من كل الأساليب ومن كل المنظومة تكون منظومة متكاملة. خلينا نرحب بضيوفنا الكرام اللي هم نتعرف منهم على المبادرة أكتر، وهم مشاركين بشكل أساسي فيها ولسه راجعين امبارح من مدن القناة. مشرفنا دكتور عبد الله محي الدين ممثل وزارة الشباب والرياضة في هذه المبادرة. مشرفنا دكتور، صباح الخير عليك. صباح الخير. استاذ عماد مهدي عضو اتحاد الاثريين، شرفنا استاذ عماد، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، صباح الخير. خلينا نبتدي معاك دكتور عبد الله، ايه هي المبادره وازاي جت الفكره لوزاره الشباب، وايه العرض اللي اتطرح، وازاي كان في نسخه قبل كده، وايه اللي جد في النسخه دي كمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المبادره التي تنفذها وزاره الشباب والرياضه تحت رعايه وزاره الشباب والرياضه وتنفذها الاداره المركزيه للطلاع بالوزاره. النسخه الثانيه نفذناها قبل كده مره على مستوى 27 محافظه. هذه المبادره تستهدف 5400 طليع على مستوى 27 محافظه، بواقع 200 طليع بكل محافظه. طليع اللي هو النشأ الصغير، هو النشأ الصغير من سن 8 لسن 18 سنه. طبعا دول ملتحقين بمراكز الشباب؟ ملتحقين بمراكز الشباب. بمراكز الشباب واحنا بنفتحها يعني مش لاعضاء مراكز الشباب فقط، ولكن لاعضاء مراكز الشباب والمترددين او المجاورين لمراكز الشباب. وبيحضر شباب وبيحضر اولياء امور بالنسبه للاعضاء الموجودين بتوع مراكز الشباب. بيحضر 200 طليع في كل مركز شباب في كل محافظه اللي احنا بننفذ فيها. نفذنا قبل كده على 5400 طليع، واستهدفنا 5400 طليع، واللي حضر اكتر من 5400. دي النسخه الثانيه من قيمنا من تراثنا. اما لقينا اهتمام وزاره الشباب والرياضه بالنشء والشباب من الناحيه الرياضيه ومن الناحيه الدينيه ومن الناحيه التربويه ومن الناحيه الثقافيه ومن الناحيه الاجتماعيه، فحبينا نلمس نقطه الاخلاق ونقطه القيم حتى ترجع النشء والشباب يرجع الى عصره الاول او العهد الاول. فقمنا بهذه المبادره بهدف غرس القيم والاخلاق لدى النشء والشباب، بهدف تصحيح المفاهيم الدينيه المغلوطه اللي احنا فعلا محتاجينها دلوقتي في الاونه اللي احنا عايشينها، وبهدف تصحيح المفاهيم الحضاريه التاريخيه الموجوده من خلال الجزء الحضاري او التاريخي، والتعرف على القيم المصريه القديمه التي كانت موجوده عند المصريين القدماء. فانطلقت هذه المبادره، يمكن النسخه الاولانيه انطلقت من هنا من القاهره من قصر الامير طاز، تم انطلاقها المره الثانيه من محافظه الغربيه يوم الاحد 14/1، وخلال شهر يناير من 14/1 لامبارح لسه راجعين من مدن القناه 24 استهدفنا الحمد لله نفذنا في 8 محافظات. طيب يعني ده تقريبا قد ايه في كل محافظه؟ كم طليع؟ لا كم التنفيذ يوم؟ يوم واحد بس بنبقى يوم كامل مع المحافظه مع مركز الطليع ومركز الشباب. طيب خلينا نروح لدكتور استاذ عماد برضو، نشوف استاذ عماد مشارك بشكل رئيسي معاهم ومتواجد معاهم دايما في هذه المبادره، وانت طبعا يعني من الناس المهتمين بالاثار ولك يعني اطلاع كبير جدا وعندك كمان خبره ومعلومات جيده للغايه ممكن توصلها للشباب والناشئ الموجودين. انت شاركت في النسخه الثانيه يا استاذ عماد؟ شاركت في الاولى وفي الثانيه. في الثانيه. طيب ايه بقى اللي حصل عايزين نعرف ايه اللي حصل وايه المعلومات اللي بيستقوها الاطفال، وازاي ممكن نتبسط في المعلومه؟ طبعا المعلومات بتكون عميقه جدا على ذهن طفل صغير، ممكن يستوعب الاسر او يستوعب الفراعنه وتاريخهم. هل احنا بنتدقق في المعلومات ولا بناخد الاطار بشكل عام في الاول؟ لا انا اشكرك اولا على السؤال، انه سؤال يعني عميق فعلا. طبعا احنا عشان نوصل للشباب وللطلائع في السن دوت الحضاره المصريه، زي ما حضرتك اشرت ان الحضاره المصريه حضاره غنيه جدا وغزيره بالمعلومات، فكان لازم ان انا ابسطها له في اطار حدوته صغيره مصحوبه بالصور. يعني انا اهم حاجه عندي ان انا بعرض عليه لان الحضاره المصريه مش هقدر يبقى فيها كلام فقط، لان هو اوريدي يعني عنده في الكتاب المدرسي تاريخ، فلا لازم اغير له الاسلوب الطرح، فببدا اعرض له صور عن الحضاره المصريه. بتكلم مثلا عن القيم، فبجيب له قيمه الرفق بالحيوان في مصر، بجيب له بعض المشاهد من المقابر في مصر القديمه، ازاي كان بيرفق بالحيوان، ازاي كان المصري كان بيحمل على كتفه العجل الصغير عشان ينقذه من مياه الفيضان، ازاي كان بيتعامل بالرفق مع هذا الحيوان، وقيم اخرى عديده جدا المجتمع المصري، الحياه اليوميه في مصر القديمه. بجيب له مثلا بعض الامثال من برديه اني اللي هو الاعتراف السلبي والاعتراف الايجابي، قد ايه كان بيحافظ على نهر
النيل قد ايه كان بيحافظ على القيم الاخلاقيه. فكل دوت بوصلها له بمعلومه مبسطه مع طرح الصوره مصحوبه بالصوره طبعا، فبنشد ليها وبينجذب ليها. طبعا في المرحله الاولى من المبادره انا لاحظت دوت ان في اهتمام من الولاد وفي تفاعل منهم لما بعرض عليهم الصور في اطار يعني معلومات خفيفه، في نفس الوقت يعني بوصل له اللي انا عايز اوصله قيمه الحضاره المصريه. يعني بدي له مثلا في البدايه نبذه عن الحضاره المصريه وتقسيم العصور فيها، ثم بصحبه بقى الى القيم الاخلاقيه اللي كانت موجوده في مصر القديمه. وطبعا في كل محافظه يعني بتختلف برضو، بدي مقدمه تاريخيه عن تاريخ المحافظه، لانك لازم يعني يبقى عندك الهويه، تعرف الانتماء والهويه، ولازم تعرف على الاقل يعني تاريخ المحافظه اللي انت عايش فيها، الاسم جه منين، ايه علاقتها بالتاريخ. فبدي له نبذه مجرد 5 دقائق في بدايه الندوه عن المحافظه والمكان اللي هو فيه واسم المدينه، ثم باخده بقى بنطلق معاه عبر الحضاره المصريه القديمه، وبيبقى في طرح اسئله بيتجاوب معايا، بصحح بعض المفاهيم المغلوطه. يعني في معتقد الاطفال مثلا او في السن الشباب يعني اللي انا لاحظته ان دايما بيستقي معلوماته من الانترنت، وهو واخد ان اللي بنى الاهرامات كائنات فضائيه لو عمالقه. انت عارف ممكن حضرتك المعلومات المدسوسه ان اليهود هم اللي بنوا الاهرامات فعلا، يعني معلومات بتدرس للاسف في بعض المدارس. ده اللي انا لمسته فعلا، ان لقيت معظم الناس فعلا عنده معلومات مغلوطه، فببدا بقى اقول له في المومياوات المصريه موجوده في المتحف، وبعرض له بعض المومياوات واقول له ده في حجمنا الطبيعي واجدادنا هم اللي بنوا، وبجيب له مراحل بناء وتطور الاهرامات عشان يعني يقتنع بعمليه البناء، وبجيب له من اول الهرم المدرج هرم زوسر، بوري له المراحل المختلفه في بناء الاهرامات، بصحح له طبعا المعلومه، بصحح له الخطا دوت، وبيبدا بيقتنع طبعا بالصور اللي بطرحها له، واقول له ما تصدقش اي حاجه لان ده فوتوشوب، ده تزييف للتاريخ. معانا بعض الصور هي برضه دي طبعا من مبادرات بعض المحافظات اللي احنا زرناها في المرحله ديت. ده رقم ده يعني دي ناس كتير. ده في بورسعيد، دي محافظه اسماعيليه، وعايز اقول لحضرتك ان انا ما لمسه يعني ما شاء الله في محافظه اسماعيليه في وعي اثري وثقافي كبير جدا، يعني في محافظات بنلاحظ فيها ديت. يعني دي طبعا لنا برضو في حضور محافظ الغربيه كده واحنا ماشيين، تقول لنا ايه الصور دي فين؟ دي الشرقيه، دي صور كلها اتصورت. ومعانا برضو علماء من الازهر. مين يا دكتور المشاركين بجانب استاذ عماد؟ مين المشاركين في الجزء الديني؟ المشارك معانا علماء يعني وسطيين. انا عايز اعرف التقسيمه دي على فكره. الصوره اللي فاتت دي الصوره دي حاجه تانية بره المبادره، دي مبادره اخرى برضو بتعملها وزاره الشباب، بس السن بقى الشباب البرلمان والتعليم المدني. دولت انا صحتهم وكليه الشرف برضو دي في المتحف المصري لسه من اسبوع. طيب دكتور عايزين نتكلم عن المبادره ازاي، يعني ممكن استاذ عماد من الاثار اللي حضرتك بتقول فيه شيخ ديني، في جزء ديني، ايه المجموعه اللي موجوده، ايه يعني انتوا عايزين توصلوا ايه بالمجموعه اللي موجوده، ومين الناس اللي موجوده ومشاركه في المبادره؟ هو في محاور المبادرة، المحاور دي يعني بتنقسم لجزئين، الجزء الديني والجزء الحضاري. المحاور اللي من خلال الجزء الديني او من العالم اللي موجود من وزاره الاوقاف او من الازهر الشريف بيتحدث في الجزء الديني في المحاور اللي تخص الجزء الديني، ودكتور عماد بيتحدث في الجزء الحضاري. الجزء المحاور زي مثلا من ضمن الحاجات تصحيح المفاهيم المغلوطه، غرس القيم والاخلاق، من ضمن المحاور النشء والفراغ، من ضمن المحاور تعديل الضوابط الاخلاقيه عبر المنتديات الالكترونيه، برضو من ضمن المحاور تحقيق او غرس الانتماء والهويه لدى النشء والشباب، من خلال برضو الموروث او من خلال القران الكريم ومن خلال السيره النبويه ومن خلال جميع الاديان السماويه والسماحه اللي كانت موجوده في الاديان السماويه، بحيث ان هو النشء والشباب يبقى عنده انتماء ويعرف ان الجزء الديني او الجزء الديني مكمل للجزء الحضاري، فبالتالي ينشا انسان او ينشا نشأ سوي بقادر على مواجهه المستقبل. من ضمن الحاجات برضو اللي مهمه جدا اللي هي مراقبه تعديل الضوابط الاخلاقيه عبر المنتديات الالكترونيه، وخاصه في الاونه اللي احنا عايشينها، خاصه السوشيال ميديا يمكن مع كل طليعه ومع كل نشأ موجوده، فازاي هو ياخد المعلومه الدينيه من مصدرها الصح من عالم له منهج، ازاي يسير على نهج الاخلاق اللي كانت موجوده عند الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الاديان السماويه. ده بالنسبه للجزء الديني. بالنسبه للجزء الحضاري التعرف على القيم والاخلاق اللي كانت موجوده عند المسلمين القدماء من خلال البرديات اللي دكتور عماد طرحها، برديه اني وغيرها. طيب دكتور عماد برضه عايز اتكلم عن فكره ان الحضاره المصريه او المصريين القدماء كانت ناس منضبطين جدا، ناس عندهم اخلاق، وده طبعا مسجل في كل الاماكن، يمكن طبعا اكثر الاماكن الموجود فيه يمكن مسجل حاليا يوميا اعتقد تونا الجبل، واسف تل عمرنا في المنيا، باعتبار طبعا ان اكبر الاسر كانت موجوده هناك او مسجل بشكل كبير حياه الاسر اليوميه كانت موجوده هناك في تل عمرنا. عايز اتكلم عن نقل فكره الاسره، وان الاب والام بيرعوا الاطفال
وده موجود، والاحترام الكهنة واحترام اللي هم رجال الدين منذ زمن طويل، الحاجات دي كلها لازم الأطفال تعرفها. بالفعل أنا بعرض دور الأسرة وبتكلم عن دور المرأة كمان في مصر القديمة، وبعرض لهم نماذج يعني زي مثلا تعليم كجيمني علموا المرأة يتعلم الرجل فيتعلم الشعب، دي قيمة بوريهم قد إيه مكانة المرأة. بعرض لهم صور الفتاة المصرية كانت إزاي بتتعلم وكانت بتقعد بتدرس، وإن دي حق للمرأة وحق للجميع والمجتمع. فطبعا بركز جدا على دور الأسرة وكل الإيجابية اللي كانت موجودة في المجتمع المصري مع النماذج. طبعا كل ده ما بيبقاش مجرد كلام، لا أنا بجيب لهم بالفعل نماذج مصورة من مقابر مصر ومن معابدها، وبيشوف بنفس الصورة وببدأ ان انا كمان اشرحها له فبيبدأ يتشد ليها. ويعني بجيب له برضو جوانب مثلا الادب المصري، يعني ممكن بحكي له حدوتة زي الامير الملعون بالاقدار الثلاثة، دي قصة طويلة وجات في نهاية القصة الولاد اتشدوا لقوني وقفت، فبقول لهم للأسف البردية اتقطعت لانها اتهربت بره مصر. فبرضه بديله حته مهمه جدا ان انا بغرس جواه قد ايه قيمه الاثار المصريه وقد ايه ان التهريب دوت بيحرمنا وبيحرمك من تاريخ اجدادنا. فبشده بالقصه، يعني دي قصه موجوده في الادب المصري، بشده في القصه وبنشد يعني بنشد ليها جدا. واجي في نهايه القصه وهي دي فعلا الحقيقه ان موجوده البردان فعلا مقطوعه في المتحف البريطاني ولا نعلم من نهايتها ايه، فبيتاثروا جدا. فمن هنا بوري له قد ايه قيمه حضارتنا، بشوف له برضه بكلمه عن برديه ابرس البرديه الطبيه وقد ايه ان الغرب استفاد من هذه البرديه، والنهارده احنا لو حد تعب ولا حاجه بنروح بره اوروبا. فبديله قيمه اللي طبعا في بعض المحافظات طبعا غنيه بالاثار والتنقيب والسرقه الاثار خلصه والحفر خلصه موجود، فانا لازم اغرس دي في الولد بحيث ان هو في الحقيقه فانا بركز قوي في الجزئيه دي بحيث ان هو انا عارف ان هو قاعد مع باباه مع حد من اهله من اهل القريه، لما اي حد يفتح معاه سيره هو اللي هيكون سفير، هو اللي هيرد عن الحضاره المصريه. ده نقطه مهمه جدا طبعا. طيب دكتور عبد الله برضه عايز اتكلم عن البرنامج، هل هو نفس البرنامج بناخده نكرره في نفس المحافظه في الحقيقه برضه السؤال بيطرح نفسه بقوه جدا، يعني هل يوم كافي ان احنا نعرض دور اثري دور ديني نغرس ده؟ اعتقد ان يعني الموضوع محتاج لمراجعه، ان احنا نتكلم في يوم واحد ده ندي كم المعلومات لهذا السن، اعتقد الموضوع محتاج اعاده نظر من جديد. لا هو بالنسبه للتغيير هو في تغيير فعلا في الجزء الديني بالنسبه للمحاضرين وبالنسبه للماده العلميه او المحاور اللي احنا بننفذها في كل محافظه. بننفذها وفقا لطبيعه المحافظه وفقا لطبيعه، يعني مثلا ما نروحش شمال سيناء هيختلف المحاور هيختلف باختلاف مثلا المحافظات زي محافظه القاهره او الجيزه باختلاف طبيعه المحافظه، ده رقم واحد. رقم اثنين اختلاف يعني بتطوع المحاضره زي المكان اللي احنا رايحين المحاضر المحاضر نفسه يعني بيتغير معايا. الجزء الحضاري الدكتور عماد بيبقى فيه ماده علميه لكل محافظه بتختلف عن المحافظه اللي قبليها. تمام. بالنسبه لتنويعها يوم واحد احنا بيبقى فيه يوم واحد بس احنا معاهم طول اليوم واحنا بنتواصل برضه هي عباره عن كوبايه بتتملي انت مش هتفضل تملى فيها يعني يوم واحد اعتقد الموضوع بس حضرتك في تاثير زي. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان في ولاد بيتفاعلوا معايا على صفحتي الشخصيه على موقع التواصل الاجتماعي لحد النهارده من السنه اللي فاتت. ده كان اقتراح في سؤال يعني بنتكلم حتى لو احنا الاطلاع اللي موجوده او نتكلم على 5000 او ازيد لو انشانا صفحه ان احنا نكون موجودين في يوم نتواصل معاهم ونعيد التواصل من جديد بيهم من خلال المحاضرات نتبقى فيها تتابع او حتى فيها نوع من التحفيز بعد كده اللي هيتفاعل اكتر ولو جاوب على اسئله ولو هيبحث او يبقى في محفزات اكتر، اعتقد ده ممكن يكون مجدي اكتر. فكره رائعه بصراحه. لا فكره ممتازه. احنا بس اصلح دورنا، احنا مش حوار بس لازم نخرج برضه. لا فعلا فكره ممتازه. من خلال وزاره الشباب والرياضه مع مركز الشباب. لا انا بتكلم ان احنا نتواصل بس يا صفحه ايه المشكله احنا ننشئ صفحه نتواصل فيها مباشره مع الشباب اللي موجودين. انا عن نفسي هعمل الصفحه ديت وانزل لهم الصور اللي احنا بنعرضها في كل المحافظات وابدا برضو شرح ثاني نظري واللي عايز يتفاعل معاه. انا بتكلم برضو حتى لو عملنا منافسه ما بين كل المحافظات مين المحافظه اللي هتبقى نشيطه عن المحافظه الثانيه، مين هيكون في دور تفاعلي اكتر، يعني مش الشاب يحس ان له دور. احنا بنقدم جوائز برضو كده يعني معنويه كده واحنا في اثناء الندوه برضو للي بيجاوب واللي بيتفاعل معانا، يعني ده مهم جدا. لا الفكره الكويسه لان فعلا كان الولاد بيسالوني طب احنا عايزين نجيب المعلومات دي منين، نتواصل معاك فين، فبديهم صفحتي الشخصيه. لا فلا انا فعلا هعمل صفحه واتمنى برضو مع وزاره الشباب برضو نعملها مع بعض. طيب خرجنا بحل جديد. وانا عايز برضو اشير حاجه، يعني انا طبعا يعني ليه الشرف ان انا بتعامل مع اداره الطلاق الاداره المركزيه بقياده الدكتور عز الدري صراحه الجندي المجهول الدكتور عز امين، ولكن في ادارات اخرى في وزاره الشباب والرياضه شغاله زي الصوره اللي عرضتها لحضرتك اللي هي اداره الشباب والبرلمان، دول بقى الشباب اللي
من فوق ال 18 سنه. فعلا شغل ممتاز جدا يعني، خدتهم صاحبتهم في المتحف المصري، وان شاء الله عندنا رحله برضو يعني في القلعه قريبا يعني، فنشاط رائع يعني يستوجب طيب. معلنا دايما دايما يا دكتور، وبرضو السؤال مشترك لاستاذ عماد معانا، دايما لما بتغيب الثقافه بيحضر بقوه التطرف والارهاب. بكل اسف لما بنغيب الثقافه وبنهمش دور الثقافه بشكل كبير، ما يكونش عندنا وعي بقيمه الوطن، ده رقم واحد. او رقم اتنين، بيكون عندنا يعني ضحاله في الفكر، بنلاقي دايما الفكر الاخر بيدخل، وده المشكله اللي احنا واعيين فيها. اعتقد ده شيء مشترك بقى ما بين وزاره الشباب باعتبارها معنيه او همها الشاغل الشباب بكل الطرق الممكنه، وانا عارف ومطلع على نشاطات الحقيقه وزاره الشباب، نشاطات يعني متنوعه جدا وكتيره جدا جدا، وبيحاولوا يقوموا بالدور اللي عليهم. وفي نفس الوقت برضه استاذ عماد، لما يوعيهم بدور الحضاره القديمه هيكون ده برضه لهم اثر، ان احنا اصحاب حضاره واصحاب فكر جديد، لان خلاص الانترنت اصبح بيهمش كل حاجه في الدنيا دلوقتي، واحنا عايزين نبقى زي الناس اللي عندها حضاره 300 سنه، وحتى 300 سنه ما عندهمش اي حضاره اطلاقا. ايه الدور المشترك بقى اللي ممكن تقوم بيه وزاره الشباب والرياضه من ناحيه، وبرضه الاستاذ عماد من جنب الاثر يقوم بالناحيه الثانيه؟ هو بدايه بس لازم نكون مقتنعين ان النشء اللي احنا شغالين عليه او الطلايع ده سن بيسلم للشباب، فهم يعني شباب الغد ورجال المستقبل طبعا، وقاده المستقبل طبعا كمان. طبعا فبالتالي احنا بنغرس القيم والاخلاق في سن فعلا هو محتاج الغرس القيم والاخلاق. دي نقطه. النقطه الثانيه، لازم نكون مقتنعين ان زي العلماء ما قالوا ان الارهاب والتطرف ما هو الا عمل، العمل ده ناتج عن سلوك، السلوك ناتج عن فكر، فاحنا بنحاول ان احنا نعدل من الفكر لازم الموجود، بحيث ان هو ينبني عليه سلوك وينبني عليه عمل صالح، مش عمل تصرف او ارهاب. بالتالي احنا بنخاطب الشباب او بنخاطب النشئ ده باللغه بتاعته، بلغه العصر، عشان نحميهم من نقطه زي نقطه التطرف والارهاب، عشان نحميهم بعد كده من الاستقطاب الالكتروني الموجود. فبالتالي بنحاول نخاطب الشباب بفكر الشباب، عشان يعني يعافوا من الارهاب والتطرف والعنف. دي نقطه. النقطه الثانيه بالنسبه لي تحقيق الهويه والانتماء كجزء او كمحور اساسي في المحاضره بتاعتي في كل المحافظات، فبالتالي او في ورشه العمل بتاعتي، دي حاجه كويسه جدا ان انا اغرس فيه الانتماء والهويه، فبالتالي بيخلع من عنده، لان النشأ او الانسان الدين الجزء بالنسبه للجزء الديني، الدين والعنف نقيضان لا يجتمعان ابدا ولا يستقيمان في ذهن عقل. فاذا انا غرست هذا المحور او هذه الفكره في الشباب، ان ما ينفعش ان انا يعني انمي معاه الانتماء وفيه تطرف وعنف، فبالتالي لازم يكون في توازن ما بين ان انا اغرس القيم والاخلاق، وبالتالي ويحق الانتماء، وبالتالي يقلع من عنده جزء التطرف والارهاب والعنف. اتفضل يا استاذ عماد. انا عايز بس اشير ان المبادره السنه اللي فاتت الوزاره عملت حاجه جميله جدا، طبعت كتاب فرغنا فيه كل الماده العلميه، جزء ديني والشق الحضاري، ونزل في معرض الكتاب، ويعني نفذ الكتاب بالفعل، وكنا برضو ايه بالصور بكل حاجه، يعني كل المواد اللي احنا طرحناها في الندوات تم طباعتها بالصور وعلى نفقه وزاره الشباب والرياضه، وكان بيوزع مجانا على ما اعتقد الدكتور عبد الله، كان بيوزع في المعرض مجانا، فدي برضو خطوه ايجابيه كانت كويسه جدا، اتمنى انها تستمر مره اخرى ان شاء الله في المبادره الثانيه. ان شاء الله تستمر طبعا. الحاجات دي مهمه جدا ان احنا نشوف طبعاً فيها الكل بيطلع التجربه، وان شاء الله يمكن مزيد طبعا من الدورات القادمه يكون ده موضوع مهم، ان هي فعلا في الحقيقه. بس طبعا هي نقطه اليوم الواحد هي طبعا محتاجه اعاده تفكير، والاستمراريه في النوادي الصيفيه، يعني انا يعني فكره الاستمراريه كمان في النوادي الصيفيه، اعتقد ان احنا ده ممكن برضو يكون مساهم بشكل كبير. هي الوقت فتره اجازات في نص السنه، لكن ممكن يكون الفتره الصغيره هو عايز يلعب، عايز يعني يحس ان هو بياخد حريه، لكن طبعا الاجازه الكبيره تكون فتره طويله جدا. هل ممكن ده برضو مطروح ان احنا نعيد التجربه من جديد، مثلا يتم الفكرة او اعاده النظر في الفتره الطويله على مدار الصيف، ان احنا نعيدها بشكل يوم بس كل محافظه مثلا تبقى اسبوع، عشان نقدر نلف المراكز اللي موجوده في المحافظه، بقاش مركزين في مكان واحد بس؟ لا، هو فعلا احنا استفدنا من الايجابيات والسلبيات اللي كانت موجوده في النسخه الاولى في تنفيذ النسخه الثانيه، وان شاء الله باذن الله في المرحله اللي جايه هنحاول في المقترحات ان احنا ننفذها في كل محافظه، هنقسم ال 27 محافظه على مستوى قطاعات، وننفذ في كل قطاع اربع قطاعات، وننفذ في كل قطاع اسبوع، بحيث ان هو مش ياخد المعلومه بس، لا، ويزور كمان المناطق الاثريه الموجوده في المحافظه الموجوده. طيب اسمع منك يا دكتور عماد تعليق اخير. انا اتمنى يعني الشغل يعني مجهود رائع بتعمله وزاره الشباب والرياضه، ولكن اتمنى وزاره التربيه والتعليم تدخل معانا في المبادره ديت، لان طبعا يعني معنيه برضو بفئه كبيره جدا من الشباب والطلائع في السن، برضو هو ده سن الاستيعاب، فاتمنى يكون في يعني تعاون مثمر ما بين وزاره الشباب والرياضه ووزاره التربيه والتعليم، واحنا مستعدين
مستعدين لاي حاجه، لان احنا فعلا اولادنا، لان انا ما لاحظته ان كل ما بخش في محافظات معينه ابتدى ينقرض الثقافه والهويه المصريه من قيم وامثال وحكم. دي لاحظتها، ويعني بفكر احنا عايزين برضو الرعايه تعلى شويه، تبقى تحت رعايه معالي رئيس الوزراء او معالي السيد السيسي، هيبقى الموضوع يفرق اكتر واكتر من خلال منبرك من ان شاء الله. احنا بندعو اهو، احنا معاكم دايما ونكون معاكم يد بيد ان شاء الله. ده اللي احنا محتاجينه الفتره اللي جايه، واحنا موجودين معاكم ان شاء الله. ننزل جولات ميدانيه ونشوف كل جديد فيها باذن الله. شرفتونا، اهلا وسهلا بك دكتور عبد الله محي الدين، ممثل وزاره الشباب والرياضه بالمبادره. شكرا جزيلا لك دكتور، صباح الخير عليك. شرفنا برضو استاذ عماد مهدي عضو اتحاد الاثريين، شكرا جزيلا دكتور، شرفتنا، اهلا وسهلا بحضرتك. اسمحوا لنا نخرج لفاصل قصير نشوف فيه اخبار الاقتصاد مع زميلي مصطفى مزار، نرجع من جديد لاستوديو النيل الاكبر.